طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أكيد طبعا أشهر حاجة عشان بنحتفل بيها مولد سيدنا رسول الله هي حلاوة المولد. طب يا ترى ايه أصلها وايه حكايتها؟ يلا بينا مع بعض نعرف ايه هي أصل الحكاية. صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم. بالنسبة بقى لحلاوة المولد، ظهرت بشكل كبير جدا في العصر الفاطمي، لدرجة ان كان في العصر الفاطمي كان في سوق اسمه سوق الحلويين، وده كان مخصص اللي هو كان بيبيع حلاوة المولد. طبعا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في العصر الفاطمي بالذات كان بيتم طبعا توزيع الأطعمة والهدايا والحلويات بشكل كبير جدا، لدرجة ان كان في مكان اسمه دار الفطرة، ده كان بيصنع حلويات طبعا اللي هي المعروفة دلوقتي باسم حلاوة المولد، ولدرجة كان بيخرج منها حوالي 300 صينية من النحاس فيها حلويات لرجال الدولة، تخرج من أول النهار لحد الظهر. أما بالنسبة لشكل الاحتفال كان في العصر الفاطمي بالنسبة للمولد النبوي، كان طبعا بيتم بيبقى في موكب كبير جدا بيترأسه قاضي القضاة، والموكب ده متجه بشكل كبير جدا ناحية جامع الأزهر، وبيقعد طبعا قاضي القضاة وبيسمع طبعا قراءة القرآن الكريم لحد ما بيتم طبعا ختم القرآن. بعد كده بيتجهوا من الجامع للقصر، والناس كلها واقفة في انتظار رؤية الخليفة علشان يخرج لهم ناحية القصر طبعا ويشاور لهم ويلقي عليهم التحية. ومن ثم طبعا بيبدأ الاحتفال الكبير اللي هو خاص بقراءة القرآن الكريم والتحدث في سيرة سيدنا رسول الله، ثم الدعاء للخليفة. فالاحتفال بصفة عامة كان بيتم بالشكل ده. أما بالنسبة للناس العامة العادية كانوا طبعا بيحبوا يبسطوا ولادهم ويحبوا يدخلوا البهجة والسرور بمناسبة مولد سيدنا رسول الله، اللي هما كانوا بيجيبوا الحلويات اللي كانت بتتعمل من أشكال مختلفة سواء على شكل حصان أو على شكل جمل أو أي شكل آخر. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة، يهمني تعليقاتكم وآرائكم. كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم على خير في حلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.